بعيداً عن هموم غزة وما تعانيه من حروب وحصار، تجمع هؤلاء الأطفال من الجنسين والذين عانوا كثيراً من تداعيات الواقع المرير ليشاركوا في كرنفال غزة للسباحة ضمن مسابقة تعد الأكبر، حيث يشارك فيها أكثر من 1000 طفل وطفلة من أعمار مختلفة. اليوم احتفالية كرنفال تخرج لأكاديمية تنطيش تعليم السباحة تتويجا لثلاث مواسم متتالية من السباحة عام 2022 و21 و20، تكريم الطلاب ما يزيد عن 1000 طالب من بنات وأولاد. هاي هي ختام بتسليم عبارة عن السباحة بدخول المياه العميقة وتسليم الشهادات لهم. هنا بغزة، ولأن البحر يعد المتنفس الوحيد للسكان، الأمر الذي جعل من تعلم السباحة محط اهتمام الأهالي والأطفال، فهي تجمع بين المرح والرياضة، ومن الممكن أن تكون وسيلة للكثير منهم للمنافسة محليا وخارجيا. في الأول بدايتي كنت زمان يعني أخاف من المية. بعد ما سجلت في أكاديمية طنطيش مع الدعم الكبير من الكابتن أمجد طنطيش، صرت أعرف أسبح وما أخافش من المية حتى بوصل لمراحل كبيرة. لما تأقلمت بديت إني أعوض الحصة اللي فاتت علي في حصة واحدة، إني أدمج 3-in-1. فلما بديت أتعود سيستم صار بطل جديد علي. وبرضو يعني دور الأهل كان له دعم كبير في كل حاجة، في كل جوانب الحياة. عشرات المدربين والمنقذين ساهموا في إنجاح مسابقة السباحة وفقراتها الترفيهية الهادفة لمعالجة الآثار النفسية التي يعاني منها معظم الأطفال هنا نتيجة لكثرة اندلاع الحروب وتداعياتها. كانت أول شيء نزلونا في البركة، كنا نمسك في حدائق البركة، ما كناش نعرف نسبح في الأول، وصاروا يرموا فينا ويدربوا فينا نعمل حركات، وشوي شوي تطورنا، كل يوم كل لقاء حركتين ثلاثة وتطورنا الحمد لله. أول حاجة يعني بنت كتير مبسوطة وفرحانة ومتسجعة على إنه بعد توجيهي تفتح جيم للرياضة، من كتر ما هي مستجعة مع أبو أحمد طنطيش وبتحب يعني السباحة كثير وتسجع البنات. لاستمرار الحصار تواجه رياضة السباحة بغزة كغيرها من الرياضات نقصا في المرافق الخدماتية ونقصا آخر في كثير من الأدوات اللازمة للتدريبات. وسط فرحة كبيرة للأهالي واهتمام كبير من المنقذين والمدربين، شارك هؤلاء الأطفال في أكبر مسابقة على مستوى فلسطين في السباحة، الهدف منها إدخال السعادة إلى قلوبهم ولتشجيعهم حتى يكونوا أبطالا يمثلوا بلادهم فلسطين في محافل إقليمية وأخرى دولية. محمد سالم، رودة، غزة، فلسطين.